الحمويدين صرنا الزلزال في 2019 نهار 17/11 سمعت، ودرنا مسيره ومشينا وعرضوا لنا وردونا، والفعل اللي قالوا لنا ما قولوناش فيه، وعاود يا سيدي رئيس الدائره ودرنا هكاك. في التالي جانا كاتب العام قال داكشي اللي بغيتو نقبل لكم، حتى شي ما كان الله يرحم الوالدين. كان باتوا برا القياطين، القياطين دايرهم برا، ما عطاونا قياطين، كان ديرهم غير بهذا البيشان ديال الزيتون غير باش كان باش كنخرطوا الزيتون، ما عندنا لا قياطين ولا شي، ما عندنا غير الله. الا كانت شي حاجه الا حنا من المغرب قولوها لنا، والا حتى ماشي مغاربه قولوها لنا، والا حتى غير الوحوش يخليونا نمشيو حالتنا نموتوا وما بقاوش هاد الدنيا. لا الماضحة حنا كان نعسو برا، والمؤدير ملي كان دخلو كبدا خرخشو علينا، ما تقناش نقعدو احنا برا، غير حنا اللي درنا غير البيشان، ملا ميكاتب لا حتى شي، غير كنتقرو اني دير الله الخير. راجلي راه مريض، منين ما كان قد الخرج ودخل فما جات الزنزار ما كان قداش نخرجوه، داوه الولاد الميسور. الله يرحم الوالدين، هانتوما كتشوفوا ديورنا خطر، وحنا في الخطر وما كيجيناش النعاس، راه ديما مخلوعين، الا دخلنا مخلوعين، الا خرجنا مخلوعين، الماء مكله ما كدوزناش، حوايجنا في خطر، احنا مزلعين كل حاجه وفي المزلعه، واش حنا نبقاو غير دايما مخلوعين؟ كان باقو نباتوا في الزنقه، كان كلشي كان باتوا فيه، رجلنا وجعونا بالبرد، راسنا وجعونا، ودنينا تسدونا ما كنسمعوش. الله يرحم الوالدين، ما دوا معنا حتى واحد ما كان اللي دافينا، جاو صوروا قالوا لنا نجيبوا لكم، وعدونا بين نجيبوا لنا، ما داوش فينا. العشاء فاش كان باتوا، الله يرحم الوالدين، ديروا معنا شي حل، جيبوا لنا فاش نطرقوا، راه ما كناكلوا ما كنشربوا، راه كل نهار خلعه، راه كل نهار خلعه، ما كنعسو ما كنشوفوه ما كناكلو فراحتنا ما كنشربو، كناكلو برا ونشربو برا. هاد العشاء حنا اللي صوبناها وكنباتو فيها، وكتجينا الشتاء والريح والبرد والخلعه راها فينا، الله ينصر سيدنا وقف معاه، الا ما تشوفو شي حل ديروه لنا.